اسمي مجدي عطية، متزوج بقالي 9 سنين، وربنا أكرمني بفلوباتير عنده 8 سنين، وعندي فادي عنده 6 سنين. يوم 7/7 خرجت من المنزل لأداء عملي، سبعة رجعت سبعة شهر كده يعني 7/7/2013. خرجت من المنزل، اتجهت لعملي. فعودتي من العمل فوجئت إن زوجتي في البيت مش موجودة وأولادي مش موجودين. بحثت عليهم، دورت عليهم، طلعت على قسم الشرطة، فقال لي لازم يعدي 24 ساعة عشان تقدر تعمل محضر تغيب. عدى ال 24 ساعة ورحت عملت محضر تغيب يوم 8/7. بحثت عنهم ما لقيتلهمش سكة. فوجئت بعد كده إن هما إن هي أسلمت، زوجتي أسلمت وغيرت ديانتها من الإسلام من المسيحية للإسلام، من اسم هناء عبده كامل لفاطمة عبده كامل. تغيب طفلين وسيدة لغاية النهارده، محدش النهارده لغاية النهارده عمل حاجة. الأمن متواطئ بطريقة وحشة. في ناس شافوها عند الأزهر بعد 3 أيام من اختفائها، فقالوا لي احنا شفناها عند، في ناس شافتها عند الأزهر، راح اسأل في الأزهر. رحت سألت في الأزهر اللي في اسكندرية، قالوا لي احنا هنا مشيخة تسأل على الأزهر إشهار الإسلام في القاهرة. جيت هنا القاهرة وسألت، فقالوا لي هي مسلمة من 27/6. بعد كده فوجئت إن الطفلين يوم 14/9 بطلع شهادات ميلاد للأطفال، طلعوا العيال الأطفال مغيرين. هي غيرت لهم بعد ما هي غيرت، مش في نفس اليوم. هم في الأزهر قال لي هي أسلمت، إنما الولاد، قلت له طب ولادي معاها، قالوا لي الولاد هيفضلوا في حضرتها لغاية سن 21 سنة، وبعد كده هم يخيروهم بين الإسلام والمسيحية. دلوقتي أنا ماليش سلطة عليها، أنا دلوقتي بفكر في ولادي. ايه اللي بتطلبه دلوقتي استاذ؟ انا دلوقتي بطلب بعوده ولادي ليا. انا الواصي، انا الولي، انا الولي الشرعي. جميع الاديان بتقول ان الاب هو الاب الواصي والولي الشرعي للاولاد. ما فيش دين بيقول ان الام هي وليه ولا الواصي على الولاد. في حاله وجود الاب فالاب هو الواصي الولي والواصي الشرعي. في حاله اسقاط الولايه من الاب بتبقى عن طريق المحكمه. انا انسان، واخد بالك، انسان يعني حسيت ان انا اتدمرت. بيت بنيته طوبه طوبه، وكل يوم بتعب ان انا بحط طوبه، كل يوم بحط طوبه عشان ابني البيت، وبنيت البيت وبنيت كيان البيت وبنيت مستقبل، وابص الاقي اتهدم مره واحده. ولادي اطفالي بعيد عني، ما اعرفش ان كانوا هم بيتضربوا بيتهانوا بيتبهدلوا، اجبروا على ذلك، هم اكيد اجبروا على ذلك. يوم 14/9 بطلع لهم شهادة ميلاد. رفضت الموظفة بتاعت السجل المدني تديني الشهادات الميلاد. ليه يا ستي؟ قالت لي انا ما اقدرش اديها لك. طبعا تعبت جدا على بال ما جبتهم، تعبت جدا، كانوا شادين. قالت لي كان ولادك، موظفة بتاعت السجل المدني قالت لي كان ولادك. انا عايز ولادي. هي انسانة دلوقتي لا تعني لي شيء. هي كانت زوجتي، هي كانت، حتى لو رجعت تاني للمسيحية كانت زوجتي برضه. أهم حاجة ولادي. أنا النهاردة بدور على فلوباتير وبدور على فادي، حتة مني، دمي ولحمي، لآخر نقطة في دمي بدور على ولادي، لآخر نفس في عمري وأنا أدور على ولادي، ومش هسيب ولادي.